أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الحدث الإيراني، والبداية مع أهم الأخبار الإيرانية في أسبوع. من أهم أخبارنا، الصحة الإيرانية عطل النوروز تفاقم تفشي كورونا في إيران. أكدت وزارة الصحة الإيرانية أن عطلة رأس السنة الإيرانية المعروفة بعيد النوروز أدت إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، وحذرت من تفشي موجة رابعة في البلاد. في أخبارنا أيضا اليوم، البنك المركزي الإيراني: الحكومة تطبع النقود لتعويض عجز الموازنة. في التفاصيل، أكد محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي أن الحكومة الإيرانية عملت على طباعة النقود لتأمين الموازنة خلال العامين الماضيين، وقال أن الاقتصاد كان على أعتاب تسجيل نمو إيجابي لكنه تراجع وأصبح سالبا بسبب التداعيات الاقتصادية لانتشار الجائحة. في أخبارنا اليوم أيضا، نتابع سفير إيران في موسكو يطالب بتفعيل خط ملاحي بديل لقناة السويس. طالب السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي بتفعيل ممر شمال جنوب ليكون بديلا عن قناة السويس، ويربط الممر بين المحيط الهندي والخليج العربي مع بحر قزوين مرورا بإيران ثم التوجه إلى سان بطرسبرغ. وجاءت الدعوة التي أطلقها السفير الإيراني بعد توقف حركة الملاحة البحرية في قناة السويس خلال الأيام الماضية بسبب جنوح السفينة إيفر جيفن العملاقة وما ترتب عليها من خسائر مادية كبيرة للاقتصاد العالمي. في أخبارنا أيضا، نتابع إيران: الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في أفغانستان. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الحوار بين الأفغان هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وأضاف أن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن حق تقرير المصير للشعب الأفغاني. واشنطن تؤكد مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحرير الرهائن في إيران. أكدت الولايات المتحدة أنها تواصل جهودها الدبلوماسية لتحرير الرهائن المحتجزين في إيران، والعمل على أعلى المستويات في إدارة الرئيس جو بايدن على تحقيق هذا الأمر، مشددة على أن ممارسات الحكومة الإيرانية بحق المحتجزين لديها غير مقبولة، وعدم استخدام حقوق الإنسان كأداة سياسية بيد النظام. في أخبارنا أيضا، تل أبيب تحذر سياحها في البحرين والإمارات من هجمات إيرانية محتملة. حذرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياح الإسرائيليين من السفر إلى البحرين والإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى بسبب هجمات محتملة قد تقوم بها جماعات مرتبطة بإيران ضد أهداف إسرائيلية في تلك الدول. نتوقف بالتفاصيل أيضا عند أوروبا تفعل سلاح العقوبات وتنشط مسار الدبلوماسية مع إيران. تعقد القوى الدولية المنضوية تحت الاتفاق النووي اجتماعا افتراضيا مع إيران لبحث احتمال عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق، ويشارك في اللقاء ممثلون عن إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا. ومن المفترض الولايات المتحدة التي رحبت بالاجتماع والذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي لمناقشة ملف طهران النووي، مؤكدة استعدادها لاتخاذ خطوات متبادلة للعودة إلى الاتفاق. في سياق متصل أيضا، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الأسبوع المقبل فرض عقوبات على 8 من قيادات من الأجهزة الأمنية وقوات البسيج وكيانات تابعة للدولة الإيرانية بسبب مشاركتهم في الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون في الاحتجاجات التي شهدتها إيران في شهر نوفمبر من عام 2019. وستشمل العقوبات حظر السفر، تجميل الأصول أو تجميد الأصول، وهي العقوبات للمرة الأولى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران منذ عام 2013.
للوقوف أكثر على تفاصيل هذا الموضوع أرحب بضيوفي الدكتور عامر البياتي الصحفي المتابع لشؤون الوكالة أو وكالة الطاقة الذرية النووية من فيينا. أرحب بضيفي أيضا السيد عبد الرحمن يوسف الصحفي المعتمد لدى البيت الأبيض. أهلا بكم ضيفين على هذه الحلقة. أبدأ معك دكتور عامر. حسب وول ستريت حسب وول ستريت جورنال فإن الولايات المتحدة يفترض أن تحضر الاجتماع الذي سيعقد في فيينا، لكن بعد ذلك خرجت تصريحات إيرانية وقالت بأن الولايات المتحدة لن تحضر هذا الاجتماع. ما دقة المعلومات المتوفرة حول الآن في إطار الحديث عن حضور الولايات المتحدة من عدمه؟ أهلا بك أستاذ سوسن وبجميع المشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني أنا أقوم بتغطية الاجتماعات الدولية منذ 1980، وفي كل اجتماع كانت بين الروس والولايات المتحدة، بين شيفرناتسا الروسي وجورج بوش الأمريكي، كانت ضجة كبيرة وصحفيين وتخرج بمعلومات مثل الآن، يعني معلومات لا نستطيع يعني فحصها وتدقيقها. لحد الآن كل هذه المعلومات أنا أسمعها وأقرأها، لكن لا أريد أن أؤكد. طالما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تؤكد عن مثل هذه الاجتماعات، فأنا يجب أن ننتظر إلى الثلاثاء القادم، لأن أجهزة الإعلام في أنحاء العالم تؤكد أن هناك اجتماع وأمريكا تشارك فيه، ولكن الولايات المتحدة الحقيقة أعلنت في الفترة الأخيرة أنها لا تشارك، وإيران تشترط على الولايات المتحدة أنها لا تريد المشاركة مع الولايات المتحدة، تريد رفع العقوبة. هذه الاجتماعات في الفترة الأخيرة والقادمة هي على مستوى واطي من الدبلوماسية، على مستوى الخبراء أو السفراء، ولا يأتي بنتائج مرضية لجميع الأطراف المعنية. طيب سيد عبد الرحمن من واشنطن، هل تأكد حضور الولايات المتحدة في ظل هذا أو في ظل حالة التضارب هذه من المعلومات؟ يعني أنا ظني الشخصي أن حالة التضارب هذه مقصودة في ذاتها، نظرا لفكرة المراوحة. يعني الاتفاق بين إيران والصين هو خبر جلل ومهم وكبير، ولا سيما أن هذا سينعش ربما إيران اقتصاديا، لأن هذا الاتفاق سينال الاستثمار في البنية التحتية والبنوك والتجارة، وسيمتد إلى ربما تدريبات أو مناورات عسكرية مشتركة. ومن ثم اعتقد ان يعني المساله هي العصر والجزر، بمعنى انه لم يتاكد الولايات المتحده الامريكيه عقلها مع المشاركه في هذا الاتفاق، لكن قلبها ليس مع هذه المشاركه. لكن انا تقديري الشخصي في ظل هذه التكهنات ان الولايات المتحده الامريكيه ربما ستشارك في هذه الاجتماعات، لانه في نهايه الامر الاتفاق الايراني الصيني إذا تم سيكون تهديد رئيسي ليس فقط على المستوى الإيراني، ولكن أيضا على مستوى القوة الاقتصادية الصينية، لأن هذا يعني إنشاء تحالف مستقبلي ربما خلال الفترة القادمة، ولا سيما أن الفترة القادمة من هنا حتى يعني نهاية شهر 6 سيكون فيها تغيرات كثيرة على مستوى الداخل الإسرائيلي أو حتى الداخل الإيراني، ومن ثم إيران تريد أن تستثمر في هذا الأمر. وأنا أعتقد أن إيران لا تريد أن تنجز الاتفاق النووي الآن، لأنها أولاً يعني هو يعني تمسك بورقة أنها هي لم تنسحب منه، أيضاً أنها في هذا التحالف الصيني ستجني مكاسب أكبر من رفع العقوبات الأمريكية. لذلك رأينا الشريك الأوروبي يتداخل مع أمريكا ويحاول أن يفرض عقوبات، وأيضاً بحيث يصل إلى الحد الأقصى من الضغوط على إيران، لأن مسألة الدخول الصيني في هذه المسألة هو ليس فقط لأمريكا. نعم. سأعود لك سيد عبد الرحمن. دكتور عامر، يعني سواء حضرت الولايات المتحدة لهذا الاجتماع في فيينا أم لم تحضر، ما هي النتائج المتوقعة برأيك؟ إذا لم تحضر أو تشارك الولايات المتحدة لا يمكن الخروج بأي نتيجة مهما كانت بسيطة. بالنسبة إلى الصين، لديها علاقات سابقة تجارية مع إيران، وهم يقايضون النفط
بالبضاعة الصينية، هذا ليس جديدا. أما كلام في الإعلام أنه يدعمون اقتصاد إيران، هذا كلام كله ليس له أي أساس. الشيء الآخر، إيران تتوعد إذا الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات لن تشارك في أي مفاوضات. إيران يعني كيف تستطيع شرط مسبقة على مفاوضات دبلوماسية وتريد لا تريد حضور المشاركة في مفاوضات هنا وهناك مع الولايات المتحدة؟ يعني سيت تناقضات كبيرة، وهي بالونات إعلامية، يعني اختبار الطرف إلى الطرف الآخر. هذا أنا أتابعه في كل المناسبات وفي كل الاجتماعات الدولية، خاصة هناك أخبار تكون مثل ما نسميها فيك نيوز، ممكن تسريب معلومات، ممكن عن طريق دبلوماسيين، ممكن هكذا. الروس يقولون هناك تقدم في المفاوضات، أي مفاوضات؟ لن تجري مفاوضات لحد الآن. إيران تلوح بالوعيد والتهديد للولايات المتحدة، لن نتفاوض إلا إذا قامت الولايات المتحدة برفع العقوبة. إيران تريد الآن يعني فتح خط بحري جديد عن طريق بحر قزوين وعن طريق إيران، وفي نفس الوقت تريد دعوة العالم لاستغناء عن قناة السويس. هذا شيء صعب جدا، يعني أنا لا أفهم إيران يعني يعملون بفانتازيا بخيال كبير. كيف يمكن غلق يعني قناة السويس؟ هذا شيء تاريخي، يعني ما لا أفهم أنا. طيب سيد عبد الرحمن، يعني كيف أيضا لنا أن نفهم الموقف الأوروبي بينما تسعى أوروبا وتنشط لفتح القنوات الدبلوماسية ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة؟ تبدو مستعدة خلال المرحلة المقبلة لفرض عقوبات على إيران أو على شخصيات وكيانات من إيران، كيف يفهم ذلك؟ هذا يفهم في إطار السعي نحو التكتل. يعني دعني أعلق على مسألة قناة السويس. أنا ظني أن تعليق إيران هو له، أو هذا التصريح له هدفان، هو ليس له أي هدف اقتصادي اتجاه مصر، لكن إيران تغازل حلفائها، هي تغازل الحليف الروسي، وهي أيضا ترى التقارب المصري التركي وإعادة يعني التموضع للقوى بعد وصول بايدن إلى السلطة. هناك إعادة تموضع ما بين مصر وتركيا وأيضا السعودية، وهناك تحالفات جديدة، يعني جديدة قديمة جديدة يعاد تشكيلها. هذه التحالفات ليست في صالح إيران نهائيا، وهذا التقارب السعودي التركي المصري الذي هو لا ينتقي إلى درجة التحالف، لكنه في نوع من أنواع التفاهمات تزيل الملفات الملتمسة. هذا الأمر مع مغازلة الشريك الروسي هو الذي يفهم منه تصريحات إيران بشأن قناة السويس. إيران تطمح أن يكون التحالف الصيني الروسي غير المباشر الذي ينشط بقوة في ظل ضعف الولايات المتحدة الأمريكية داخليا بعد الأحداث وبعد أحداث الانتخابات الأخيرة وما أحدثه ترامب من شروخات قبل أن يغادر الولايات المتحدة الأمريكية، هي تريد أن تصل به إلى الحد الأقصى. وأنا رغم اتفاقه مع الضيف أن دائما كان هناك مسألة البضائع الصينية مقابل الحصول على النفط الإيراني بأسعار منخفضة، لكن هذه المرة الصين جادة وساعية فعلا بأن تحاول أن تحتل مكانة الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا، ولا سيما أنها تناطحها الآن على هذا النحو. ربما هي متراجعة نسبيا عسكريا عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن على المستوى الاقتصادي هي قريبة جدا. ومن ثم الصين ترى أن هذه فرصة مواتية بحيث تخلق نوع من أنواع الحصول على الطاقة بشكل منخفض جدا، وتقيم تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة، مع عدو الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن ثم أوروبا في هذا السياق تتعامل كنوع من أنواع الحليف وليس الوسيط. ومن ثم نستطيع أن نقول أن هذه مرحلة جديدة انتقلت فيها أوروبا من الوسيط أو محاولة لعب الوسيط ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى الاصطفاف مع الجانب الأمريكي جزئيا للضغط على إيران. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد عبد الرحمن يوسف، سنناقش هذا الموضوع بعد الفاصل. وأشكر ضيفي الدكتور عامر البياتي الصحفي المتابع لشؤون وكنة الطاقة الذرية من فيينا على هذه المشاركة. إذن اتفاق الشراكة بين إيران والصين، الصين تتمدد بالشرق الأوسط وواشنطن وتل أبيب ترفضان، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد إلى الجزء الثاني من الحدث الإيراني، نسلط فيه الضوء على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإيران وردود الفعل الإقليمية والدولية عليها. أكدت كل من واشنطن وتل أبيب ودول إقليمية قلقها من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها طهران والصين قبل أيام وتضمن زيادة التعاون في مختلف المجالات، وحذرت تل أبيب من تداعيات الاتفاق على موازين القوى في الشرق الأوسط، وقالت إن الاتفاقية ستساهم في ترسيخ إيران كقوة إقليمية في منطقة الخليج العربي. من جهته أعرب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن عن قلقه العميق تجاه الشراكة المتزايدة منذ السنوات بين الصين وإيران، واعتبر بعض المسؤولين الأمريكيين الاتفاق تحدياً للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي وقعا في طهران على وثيقة برنامج التعاون الشامل بين إيران والصين ل25 عاما، تشمل مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية والزراعية والثقافية والإعلامية، واستثمار مئات المليارات من الدولارات. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن توجهات صينية إيرانية لإنشاء بنك مشترك لتفادي التعامل بالدولار الأمريكي الذي بات أحد أهم أدوات الحظر في السياسة الخارجية الأمريكية. وتأتي الاتفاقية بين الصين وإيران في وقت تواصل واشنطن فرض عقوباتها على إيران ومحاولاتها إحياء الاتفاق النووي، ولكن بشروط جديدة إضافة إلى تصريحاتها العدائية تجاه الصين. التفاصيل حول المشهد الإيراني الصيني في التقرير التالي. معجزة البقاء في عام الوباء، وإيران عرفت الوباء والحصار والعقوبات في سنة فقدت فيها رجالها الأقوياء وانهارت فيها منظومتها الصحية أو كادت، وترهلت منظومتها الدفاعية حتى أوردت البلاد المهالك بإسقاط طائرة مدنية. ورغم كل هذا وغيره، تقول إيران إن هذه السنة لم تفت في عضدها، وهي كما هي لن تتغير ولن تغير من سياساتها. وكل متابع للسلوك الإيراني لن يستغرب هذه التصريحات الرافعة لسقف التحدي قبل أن تعود للتهدئة والمناورة والتفاوض، وهكذا هي السياسة. ومن التصعيد تهديدها برد مزلزل على مقتل الجنرال قاسم سليماني على يد الأمريكيين، لينتهي الأمر بقصف لقاعدة أمريكية دون أن يخلف أي قتلى. تسارع الأحداث لم يمنح إيران الوقت لتبكي رجلها القوي ومهندس نفوذها في المنطقة، فعاجلها حادث إسقاط طائرة مدنية بالخطأ ثم حلت الجائحة ثقيلة مخيفة صادمة، فتحولت معها إيران لبؤرة تسجل آلاف الإصابات ومئات الوفيات مجردة من المعدات الطبية والأدوية. ناشدت الغرب والعالم فما وجدت من معين. حينها أغلق الجميع على نفسه وحسن ما يمكن تحسينه من وسائل لمواجهة الوباء. حينها أيضا عدت الجمهورية على الجرح وعاتبت العالم بأن التاريخ لا ينسى، لكن الجرح كان غائرا هذه المرة وآثاره لن تمحى بسهولة. تعلم إيران أن أعينا كثيرة تراقب وآذانا أكثر تتلصص عليها، ما يجعلها تتمنع عن إبداء أي شكوى، بل كل ما يصدر عن قادتها هو كلمات التحدي والقوة والاستعداد للحرب مع أي كان، وإن تعلق الأمر بأقوى بلد في العالم. لولا أن الواقع أصدق إنباء من الخطب، هذا الواقع الذي سيشاهد فيه العالم مقتل العالم النووي محسن فخرزادة حامل الأختام النووية بيد خفية، رغم إصرار طهران أن الفاعل معروف، موجهة الاتهام لتل أبيب التي ركنت للصمت، تاركة الأجهزة الأمنية الإيرانية في حرج تبرير وتفسير هذا الاختراق الأمني المثير للقلق والخوف. وبين بشاعة الوباء وفداحة ما ألحقه بها الخصوم من خسائر، تثبت إيران أقدامها الدامية في أرض معركة الخفي فيها أكثر من الظاهر، في انتظار موعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو الحامل لاتفاق جديد مع طهران قد يرفع عنها العقوبات والحصار، وذلك ما تبغيه إيران، فما عاد بها من طاقة
لتحمل المزيد. ولمناقشة المشهد الإيراني أرحب بضيوفي السيد يحيى حرب الكاتب والمحلل السياسي من لندن، أرحب بضيفي أيضا الدكتور مثنى عبد الله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، وضيفي الذي انضم إلينا قبل الفاصل السيد عبد الرحمن يوسف الصحفي المعتمد لدى البيت الأبيض من واشنطن. أهلا بكم ضيوفا على هذه الحلقة. أبدأ معك دكتور مثنى، إن كنا نتحدث عن استراتيجية صينية جديدة تجاه المنطقة، فما الأهمية الجيوسياسية لتوقيع اتفاق الشراكة الكامل ما بين الصين وإيران؟ أنه لكل صفقة ظروفها الخاصة. صفقة الصين الحالية مع إيران، يعني أستطيع أن أستذكر التاريخ وأقول بأنها لها شبيه هي اتفاقية كوينسي في العام 1945 بين الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكي روزفلت. في ذلك الاتفاق حل الأمريكان مكان الإنجليز في منطقة الخليج. منطقة الخليج كانت يعني حديقة للإنجليز، لكن هذا الاتفاق جعل الأمريكان هم يأخذون هذه المنطقة. السؤال الآن هو هل سيجلب الاتفاق الأمني وهذه الاتفاقية التي أستطيع أن أقول بأنه على ضوء كل هذه المعلومات بأنها صفقة القرن بين إيران والصين، هل سيجلب الصين إلى الخليج العربي لكن دون خروج الأمريكان؟ يعني على مدى 25 عاماً اليوم عندما أعود إلى التاريخ الإيراني، ستصرف الصين 400 مليار دولار في إيران في البنى التحتية، مشاريع الطاقة والتعاون العسكري الجوي والبحري والبري، مع السماح باستخدام القواعد العسكرية الإيرانية والتعاون في الحرب الإلكترونية وتبادل الاستخبارات. كل ذلك مقابل ماذا؟ مقابل النفط الإيراني بسعر مخفض. لو سلطنا حزمة أو في الحقيقة على الاتفاق هذا، سنرى أن الصين ستتواجد على طول الشواطئ الإيرانية التي تطل على الخليج العربي، ومضيق هرمز بحمدان وعبادان وبندر عباس وشاه بهار. بالتحليل السياسي إذا صحت كل هذه المعلومات الشحيحة التي تصلنا في الحقيقة وتم تنفيذ الاتفاق، سيكون هنالك تحول جيوسياسي كما أرى تاريخي، لأنه يؤسس للوجود الفعلي الصيني لفترة طويلة، خاصة إذا أضفنا إليه لاحقا اللاعب الروسي. عندها ستتغير موازين القوى في هذه المنطقة، وتتحرر إيران من الضغوطات الأمريكية المالية والاقتصادية، بضمنها حماية صينية لإيران في مجلس الأمن، هذا جدا مهم، عبر الفيتو. وبذلك حسب ما أرى بأنه سوف تتحول إيران إلى محمية صينية. هذه الصفقة هي المرة الأولى التي توقع فيها إيران مثل هذا الاتفاق المطول مع قوة عالمية كبرى. في عام 2001 كما أذكر وقعت إيران وروسيا اتفاقية تعاون مدتها 10 سنوات خاصة في المجال النووي، تم تمديدها إلى 20 عام. هذه التحولات، وكما يقول وزير الخارجية الصيني، يقول بغض النظر عن كيفية تغيير الوضع العالمي، فإن رغبة الصين في تطوير العلاقة الصينية الإيرانية لن تتغير، يعني هنالك أسرار صيني. وأيضا يقول بأنه خطة التعاون الشاملة الموقعة ستضع خطة شاملة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران. نعم. كل هذه المعطيات في الحقيقة تجعلنا أن نقول بأنه هذه الاتفاقية اتفاقية مهمة، لكنه هنالك بعض البنود حرص الطرفين على عدم البوح بها. يعني هل تتفق مع ذلك سيدي يحيى حرب؟ هل ترى أن هذا التحول الجيوسياسي حقيقة قادم؟ هل ستسمح الولايات المتحدة بذلك؟ أحييك يا أختي الكريمة، أحيي ضيوفك الأعزاء والأخوة المشاهدين. أهلا بك. حقيقة هذا الاتفاق كما وصفه الدكتور مثنى وكثيرون من المراقبين هو اتفاق تاريخي لا شك أنه يفتح آفاق جديدة. أنا باعتقادي أن الصين عندما تقدم على كل هذه التضحيات وكل هذه العطاءات، هي لا تقدم هبات لإيران، هي تعرف المكانة الاستراتيجية والدور الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية الذي حققته في السنوات الماضية. إيران نفسها تدخل هذا الاتفاق ليس من يعني زاوية الضعف ولا من باب الحاجة الماسة أكثر من حاجة الآخرين، هو اتفاق تكافؤ للطرفين أو لفرص
الطرفين وفائدة الطرفين، أو رابع رابح كما يعبر الإيرانيون دائما. إيران تدخل الاتفاق وقد حققت مكانة كبيرة على المستوى الإقليمي، واستطاعت أن تحقق إنجازات علمية كبيرة في السنوات الماضية، تمثلت في برامجها الصاروخية وإطلاق صاروخين مركبتين فضائيتين خلال العام الماضي، تمثلت في الإنجازات العسكرية والمناورات التي قدمتها وهي كثيرة جدا في آخر العام الماضي ومطلع هذا العام، تمثلت في إنجازات اقتصادية وصمودها أمام الحصار الأمريكي وانتصارها على الحصار الأمريكي الذي لم يستطع أن يذلها أو يهزمها أو يغير مواقفها، وأيضا انتصرت على مستوى الجائحة، جائحة كورونا التي استطاعت أن تواجهها وحدها، بينما كان هناك دول كبرى رضخت أو انهارت أمام هذه الجائحة مثل إيطاليا مثلا، بينما إيران المحاصرة من كل الجهات والتي منع عنها الدواء استطاعت وكانت من أكبر المصابين بهذا المرض، استطاعت مواجهة الحدث وإنتاج ما تحتاجه من معدات ومن أدوية ومن علاجات، طبعا أدوية نهائية من علاجات لمواجهة هذه الكارثة. إذن إيران تدخل إلى هذا الاتفاق من موقع مكافئ ومن موقع شراكة حقيقية مع الصين. الحقيقة أهم في هذا الاتفاق إضافة إلى فوائد الطرفين منه كل على حدة، هناك أهمية استراتيجية كبرى أن هذا الاتفاق يفتح أفقا على العالم الجديد أو النظام العالمي الجديد. كل الناس كانت تتحدث في السنوات الماضية عن نظام العالم الجديد، والولايات المتحدة تعارض ذلك وتمنع ذلك، حتى أنها كانت تريد أن تحاصر الصين وتحاصر روسيا وتحاصر إيران وتحاصر كل القوى المتطلعة إلى نظام متعدد الرؤوس وليس ذو رأس واحد، أو نظام تحكمه الأمم المتحدة ولا يحكمه شخص واحد في الأمم المتحدة أو دولة واحدة في العالم. هذا النظام اليوم بات على السكة الصحيحة. الصين تدخل إلى منطقة الخليج وتطل على المحيطات وعلى أفريقيا وعلى شواطئ المتوسط، هذه الصين أصبحت قوة فعلية بواسطة النفط الإيراني كما تفضل الدكتور مثنى، هذه الصفقة النفطية وهي نقطة الضعف الأساسية بالاقتصاد الصيني، هذه الصين أصبحت أكثر قوة في مواجهة الطرف الأمريكي. نعم، اسمح لي أن أنتقل للسيد عبد الرحمن يوسف من واشنطن. يعني سيد عبد الرحمن، هل تجاوز الاتفاق بين إيران والصين قواعد الاشتباك المتفق ربما عليها بشكل أو بآخر بين الولايات المتحدة والصين؟ نعم، كما قلت قبل الفاصل، هذا الاتفاق مختلف عن الاتفاق لأنه يصل أيضا إلى مستويات من التدريب أو نقل بعض القوات العسكرية وماذا، وليس اتفاق إيجاد بحث مثل سابقة. ومن ثم أنا أعتقد أن هذا الاتفاق كما أشار الضيف الأول هو اتفاق تأسيس، هو لن يغير الكثير جدا من القواعد حتى الآن، لأننا لا نعلم ما إذا كان هذا الاتفاق سيتم إنجازه بمعزل عن الأوروبيين والأمريكيين كاملا، لكن برأيي أنه سيكون نقطة جديدة في الشرق الأوسط وتحديدا في مسألة تقوية أو تعزيز الموقف الإيراني تجاه البرنامج النووي. والقلق هو فقط أو ليس فقط القلق، يعني بشكل أكبر هو نقل أي خبرات تكنولوجية نووية أو عسكرية حساسة، يعني في مسألة الصواريخ أو برنامج الصواريخ إلى إيران، لأن هذا سيعقد الأمر بشكل أكبر كثيرا. وكما قلت هذا ليس لا يأتي من قوة إيران، إيران ليس بهذه القوة، لكن هي يأتي من رغبة الصين وشعور الصين أن هذه هي اللحظة المواتية لفرض وجودها على الساحة العالمية رأسا برأس مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس متأخرة. ولكن ظني الشخصي أن الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين سيعملون منذ الآن كحلفاء، والطرف الأوروبي يعني كنا رأينا في أول مارس أنه كان قد أوقف مشروع قرار يدين تطوير أو يعني دخول إيران إلى مستوى أعلى من التخصيب، لكن في هذه المرة نرى أن أو يعني بعد شهر نرى أن الجانب الأوروبي يريد أن يفرض عقوبات، ولا سيما أن الجانب الإيراني كما رست وكالة الطاقة الذرية قد زاد من مستوى التخصيب وأدخل أجهزة طرد مركزي حديثة في الأيام الأخيرة، ومن ثم هذا يعني أن الجانب الإيراني والجانب الصيني يشعران بمدى القوة لديهما في هذه اللحظة وبمدى ضعف الجانب الأمريكي مقارنة
بما كان سابقا لإنجاز هذا الاتفاق. ولذلك رأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي سيسعيان جاهدان إلى وقف هذا الأمر، لكنه لن يكون بسهولة، ولا عقوبات لن تكون مجدية بشكل كبير إذا قررت الصين أن تدخل يعني في شراكة استراتيجية وتنفذها كاملة مع إيران كما اتفق، لأن حتى الآن هذا الأمر هو اتفاق، لكن التنفيذ ربما سيحمل مسألة العصا والجزرة، لأن الولايات المتحدة والصين أيضا بينهما حرب تجارية، فربما يكون التصالح الأمريكي الصيني على المستوى التجاري على مستوى إيران، ومن ثم هذه نقطة مفصلية، لكن هذه المرة سيكون الأمر صعب على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الاتحاد الأوروبي، ولن يكون مثل السنين السابقة. طيب دكتور مهتنى، هل يمكن لإيران أن تشكل موطئ قدم للصين استراتيجيا إذا أرادت إيران أن تتحدى نفوذ الولايات المتحدة، وفي المقابل أيضا إذا أرادت الصين أن تتحدى نفوذ الولايات المتحدة؟ يعني يجب أن نقول بأنه يعني ما أود الإشارة إليه أنه الولايات المتحدة كان يقال سابقا بأنها مهتمة بهذه المنطقة بسبب النفط. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي المصدر الأول للنفط في هذه المنطقة، لكن هل معنى ذلك بأنها سوف تترك هذه المنطقة للصين أو لأي قوة أخرى أو للتغول الإيراني؟ هذا محال. لماذا؟ لأنه النفط الذي يخرج من هذه المنطقة يخرج ويذهب إلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في آسيا، ثم أن الممرات المائية في هذه المنطقة ممرات مهمة، وكذلك هنالك حلفاء الولايات المتحدة في هذه المنطقة، وكذلك هنالك قواعد أيضا. أنا أعتقد بأنه نجاح الاتفاقية، يعني لنسأل عن الأهمية، ما هي الأهمية السياسية؟ نجاح الاتفاقية سيعتمد أما على تخفيف التوترات بين إيران والولايات المتحدة، أو زيادة تصعيد المنافسة بين الصين والولايات المتحدة، يعني التعاون الأعمق والأوسع بين الصين وإيران، لا سيما عند النظر إليه في سياق علاقاتهما الوثيقة مع روسيا والعلاقات العدائية لهذا الثلاثي مع الولايات المتحدة، يحمل إمكانيات قوية لتغيير المشهد الاستراتيجي الإقليمي. حتى اليوم، حتى اللحظة، كانت الصين حريصة على عدم الشراكة مع إيران إلى الحد الذي يعرض الخطر علاقاتها المربحة مع المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط وحلفائها العرب. يعني ما أود القول بأنه علاقات إيران الوثيقة مع روسيا من المحتمل أن تولد الصفقة الصينية الإيرانية محورا قويا، لا يمكن إلا أن يعزز مكان طهران الإقليمية وقدرتها على المساومة في أي مفاوضات مع إدارة بايدن بشأن خطة العمل المشترك. على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن الاتفاق هذا، فقد قدمت بكين لطهران شريان حياة اقتصادي وسياسي حقيقي، بينما تتطلع إدارة الرئيس بايدن لإحياء المحادثات النووية مع إيران من توليها السلطة، يكون الدعم الصيني حاسما لطهران في هذا الموقف. مع انحراف تركيا أيضا عن الولايات المتحدة، يجب أن نشير إلى هذا أيضا، انحراف تركيا عن الولايات المتحدة تجاه الصين وإيران، على الرغم من خلافات أنقرة وطهران في سوريا، فإن تحالفات الأمر الواقع الناشئة في منطقة حيوية من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية من العالم تشكل تحدي حقيقي كبير لإدارة بايدن، مما كان يعني أكثر مما كان متوقع. إذا كان بايدن يعتقد أن أهداف سياساته الخارجية الرئيسية ستكون روسيا والصين، فقد يكون من الصعب يعني التعامل مع الشرق الأوسط. اليوم تجد كل من إيران والصين تدريبات عسكرية مشتركة، يعني لابد الإشارة إلى هذا، كان آخرها مع روسيا في المحيط الهندي في الشهر الماضي، تعاونتها بالمسائل الاستخباراتية لسنوات. يعني هنالك البعض يقول بأنه زودت بكين، طهران زودت بكين بمعلومات حساسة حول الطائرات الأمريكية بدون طيار وشبكات التجسس. مع ذلك فإن إبرام بكين للصفقة مع طهران لابد أن تثير قلق دول الخليج العربي وإسرائيل والولايات المتحدة. هذه الدول منزعجة أصلاً من تهديد إيراني محسوس، يعني بالنظر إلى نفوذ طهران المتزايد عبر بلاد الشام، العراق، سوريا ولبنان واليمن أيضاً. تشعر الولايات المتحدة أيضاً بالقلق من النفوذ الإيراني في أفغانستان، حيث تقاتل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة منذ عقدين. يعني
تريد الصين كما أرى بأنه تثبت أنها لا غنى عنها في حل بعض أكثر المشاكل الشائكة في العالم. هي تريد أن تعطي هذه الصورة وتتطلع إلى تصوير نفسها على أنها وسيط عادل، بينما الولايات المتحدة تصورها على أنه، بينما تصور بكين الولايات المتحدة على أنها لاعب عالمي يعني أكثر مشاكسة. طيب سيد يحيى حرب، الشراكة مع الصين ما هي القوة التي تمنحها لإيران كقوة إقليمية في ظل هذا الخوف من قبل الولايات المتحدة أن يتحول كل هذا التفوق التكنولوجي للصين إلى نفوذ سياسي؟ هذا ماذا يمنح إيران؟ القلق الذي أعرب عنه الرئيس بايدن قلق حقيقي وفعلي، يعني ولكنه ليس من حقه أن يقلق، لأن الأمر لم يكن مفاجئاً بل كان معداً له وواضح. المباحثات بشأن هذا الاتفاق بدأت منذ عام 2016، وفي الصيف الماضي في آخر أسبوع وقع في الأحرفة الأولى، وكان منتظراً أن يوقع في مارس من هذا العام. إذن هو لم يفاجأ، ولكن الإدارة الأمريكية دائماً كانت تماطل وتسوف وتقنع نفسها بأن هذا الأمر لن يتم وأنها قادرة على عرقلته. اليوم إيران بتوقيع هذا الاتفاق ودعت نهائياً كل إمكانيات الضغط الأمريكية عليها. أمريكا لم تعد استطاعتها أن تضغط. صحيح أن إيران استطاعت مقاومة العقوبات في السنوات الماضية والتي وصلت إلى حدها الأقصى كما وصفها الأمريكيون ورئيس ترامب، ولكن أيضاً هي كانت بحاجة إلى أن تنفتح أكثر وتزيد إمكانية التنمية بهذا الانفتاح على الصين. اليوم النفط الإيراني سيصدر بكثافة، والغاز الإيراني، وهذه نقطة مهمة جدا، أن الاتفاق يتضمن تصدير الغاز إلى الصين وإلى باكستان، فإن الأسواق اليوم التي مفتوحة أمام إيران أسواق بمليارات البشر، ولم تعد أمريكا تستطيع أن تتحكم بتصدير النفط الإيراني. هذه قوة أساسية. هي القوة السياسية والدبلوماسية في العالم والتي أشار إليها الزملاء بأنها صارت محمية بشكل كبير في مجلس الأمن وفي المحافل الدولية. وكثيرة هي الصين، ومحتمل جدا أن تنضم إليها روسيا أيضا، لأن هناك الآن مباحثة جدية ودعوة إيرانية جدية لإقامة اتفاقية أخرى لخمسين عاما مع روسيا تشبه هذه الاتفاقية، بما يضمن تحالف ثلاثي بين هذا المحور الآسيوي الذي يمكن أن يشكل أساسا متينا لعالم جديد لمواجهة الغرب الأمريكي والأوروبي. إذن إيران دخلت اليوم عصر العالمية، أصبحت طرفاً عالمياً في المعادلة، لم تعد دولة إقليمية كبرى وتفعل دولة إقليمية كبرى، بل أصبحت في مصاف أو في إطار المباحثات في الإطار العالمي والتحالفات العالمية. هذه المكاسب الأساسية يضاف إليها مكتب صغير جداً يلتف إليه أحد، لأن من ضمن بنود الاتفاق أن يدرس تسمح الصين لعشرة آلاف طالب إيراني في كل عام للدراسة في المجالات الإلكترونية والنووية والعلوم الذرية المتقدمة. هذا يعني أن إيران ستضيف إلى رصيدها ومخزونها من هذه القدرة العلمية النووية مخزونا جديدا من التجربة الصينية والتجربة التكنولوجية. إذن كل هذه المكاسب هي مكاسب لإيران ستعزز مكانتها الإقليمية وستحولها بالفعل إلى أحد الأقطاب الدولية أو جزء من اللعبة الدولية لمباحثات العالم الجديد الذي يجب الحديث عنه بأكثر. طيب سيد عبد الرحمن، يعني الولايات المتحدة التي تراقب هذا التقارب بقلق شديد، ما هي حظوظ الولايات المتحدة أو أوراق الولايات المتحدة أو خياراتها لمنع ذلك إن كان لديها خيارات؟ كيف سيتم هذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية لديها مجموعة من الأوراق. الورقة الأولى بطبيعة الحال هي العقوبات الاقتصادية، لكن ليست وحدها ولكن مع الاتحاد الأوروبي، ويعملون كنوع من أنواع الحلفاء، ويتعاملان أن المسألة هي نوع من أنواع الحرب الاقتصادية أو حرب العقوبات المشتركة. الأمر الآخر هي تفعيل الحلفاء، ولذلك كما أشرت أن مسألة التصريح الإيراني روسيا ولكن أيضا ضد التحالفات، لأن التحالف الموجود ما بين إنجارا يعني أو التفاهمات ما بين مصر وتركيا والسعودية هذا سيضعف من الوجود الإيراني
في أماكن كثيرة في الشرق الأوسط مثل العراق ومثل سوريا. ونحن رأينا يعني أن كيف أن الوضع في سوريا والوضع في العراق هو إيران ليست قوية فيه مثلما كانت منذ ربما بضع سنوات، ومن ثم سيكون هناك نوع من أنواع الضغط على إيران ليس داخلها فقط عن طريق العقوبات الاقتصادية، ولكن عن طريق الحد من مناطق تمدد نفوذها، ومن ثم إشعار الحليف الصيني الجديد أن إيران ليست بهذه القوة. الأمر الآخر هو أن يكون هناك نوع من أنواع التفاهمات التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي، يكون منها من خلالها تشعر من خلالها الصين أنها يعني مستفيدة بشكل أكبر، لأنها في النهاية السياسة مصالح. التحالف الصيني الإيراني هو ليس تحالف أيديولوجي، هي فقط تحالف الفرقاء ضد ما يعتبرونها العدو المشترك أو ضد وقف الهيمنة الأمريكية التي تضعف من مسألة التمدد الصيني. ولا أعتقد أن الصين ترغب في تواجد في الشرق الأوسط. الصين ليست من استراتيجياتها أن تتواجد في مناطق ملتهبة كهذه بالشكل الذي اعتادت الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها الإنجليز أو بريطانيا التواجد. هي تتواجد عن طريق القوى الناعمة، ورأينا كيف أنها تهيمن في أفريقيا عن طريق مسألة الديون ومسألة المساعدات الاقتصادية. ومن ثم لا أعتقد أن الصين لديها هذه الرغبة، والولايات المتحدة الأمريكية تعلم هذا، لأن الصين لا تريد أن ترث المشاكل الموجودة في الشرق الأوسط. ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة إليها الآن الخطر الحالي هو ليس الصين إنما إيران، ولا سيما مع الضغط الشريك الإسرائيلي. ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدم أسلوب العصا والجزرة، لكن أنا برأيي الشخصي أن أسلوب الجزرة هو الأكثر جدية أو الأكثر نجاعة للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، حتى لو لوحها عن طريق العقوبات. ومن ثم أنتقل للدكتور مثنى. دكتور مثنى، يعني أتيت في سياق الحديث حول القلق الإسرائيلي وبعض الدول الخليجية من هذه الشراكة، هل هذا القلق مبرر أم أن الصين قادرة على الموازنة في علاقاتها؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. أنا أعتقد بأنه الصين قادرة على الموازنة في علاقاتها، يعني سيدتي كل هذا اللغط الكبير حول هذه الاتفاقية أنا لي أنظر إليها من زاوية أخرى. أنا أعتقد بأن بكين تتطلع إلى الحفاظ على هذه الصفقة ومنع إيران من تطوير برنامج أسلحة نووية. لماذا؟ لأنه هذا البرنامج قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، وهو أحمر ربما مع الولايات المتحدة بالضبط، ويعرض للخطر الطرق الدبلوماسية سيدتي لبكين في الشرق الأوسط. بكين تراهن على الشرق الأوسط، وبالتالي تريد عدم وجود مشاكل، حيث يعني التعاون الصيني ليس مع إيران فقط، يعني يجب أن نقول بأنه ما رخته الصين في المملكة العربية السعودية بحدود 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بينما على نفس الفترة على مدى 10 سنوات رخت 14 مليار في 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 إيران. لطالما تجنبت بكين، يجب أن نؤكد على هذا، تتجنب دائما الانحياز لأي طرف في النزاعات في العالم كله وفي الشرق الأوسط خاصة، وتعرف دائما أن تكون وسيط سلام في المنطقة. هم لديهم طموح في تعميق العلاقات بين بكين والعالم العربي، وأن الاتفاقيات تندر بفصل جديد يعني من العلاقات الصينية العربية. اليوم الاتفاقيات موجودة، يعني زيارة وزير الخارجية الصيني الأخيرة لم تقتصر على طهران، زار عدة دول عربية من بينها المملكة العربية السعودية. علاقات الصين المتنوعة بالمنطقة وطموحاتها الخاصة بالشرق الأوسط، هذا سيجعلها تخطو بحذر في أعقاب الاتفاق هذا الشهر. لماذا؟ أولا لعدم إثارة قلق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وإيران الإقليمية اللي تعد نفسها أنه للعب دور أكثر مركزية في هذه المنطقة سوف لا تستطيع اللعب على استراتيجية الصين في هذه المنطقة. هذا جدا مهم. هذه الشراكة مهمة. لماذا؟ لأنه تسمح لإيران والصين ببناء خارطة طريق لعلاقات طويلة الأمد تكون مثمرة. أيضا هي إشارة يتم إرسالها للولايات المتحدة، فكلما حاولت الولايات المتحدة تعزل إيران والصين، كلما جعلت دولا مثل إيران والصين تتحرك بشكل يعني أوثق مع بعضها البعض. يجب أن نؤكد على أنه للصين علاقات قوية و استراتيجية واتفاقيات مهمة مع الكيان الصهيوني، يعني ليس مع إيران وحدها. كل هذه في الحقيقة
تعطي صورة عن هذه الاتفاقية، لكن ما يحاول الإيرانيين القيام به هو المبالغة في هذه الصفقة لإظهار أنهم ليسوا معزولين، لإظهار أنه إذا لم يتم رفع العقوبات فإن لديهم خطة بديلة. أما الصين فرسالتها إلى الولايات المتحدة من خلال هذه الاتفاقية أننا نتابع أعمالنا ولا نهتم بسياساتكم، وإذا أردنا بناء علاقة قوية مع إيران سنفعل ذلك. نعم سيد يحيى حرب، هل سيقوي هذا الاتفاق الصيني الإيراني من أوراق إيران التفاوضية بشأن الاتفاق النووي؟ يعني حتى الآن طبعا كان هناك خياران أمام الولايات المتحدة الأمريكية ردا على هذا الاتفاق، إما أن تلجأ إلى الأسلوب الترامبي القديم أي تعود إلى أسلوب التشدد والتصلب وتعتبره خطوة معادية لها ولسياساتها، وإما أن تتخلى عن سياسة المماطلة والمراوغة التي كان يعتبرها الرئيس بايدن حتى الآن بتسلم السلطة. الرئيس بايدن أختي العزيزة عندما تسلم السلطة كان أمرا واضحا حتى في حملته الانتخابية هو العودة إلى الاتفاق النووي. العودة إلى الاتفاق النووي يعني الطفل الصغير يعرف وهو أمر بديهي معناها إسقاط العقوبات التي فرضها ترامب مع خروجه من الاتفاق النووي، هذا أمر بديهي جدا. الرئيس بايدن كان يحاول أن يراوغ ويماطل محاولا الاستفادة من إرث سلفه الذي كان سيثور عليه. هذه الاتفاقية وضعت حدا لهذه المراوغة. بات بايدن أمام حقيقة واضحة، إما أن يعود إلى أسلوب ترامب المقاطعة والصدام وإما أن يقدم تنازلات. أنا باعتقادي أن الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية الحالية هي أميل إلى الحل الثاني، وما نشاهده اليوم ما شاهدناه في فيينا من اجتماعات للرباعية مع إيران 4+1 وليس 5+1 حول الاتفاق النووي، والاتفاق على اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل، والكل كانوا متفائلين بمعنى أن بدأت الوساطة الحقيقية للاتحاد الأوروبي للثلاثي الأوروبي مع روسيا بعودة متزامنة للطرفين وعودة وتراجع متزامن للطرفين عن الخطوات التصعيدية التي اتخذت السنوات الماضية. الولايات المتحدة ترحب بذلك ورحبت بأحد تصريحاتها اليوم أيضا بهذا الخطوة. هذا دليل على أن هذه الإدارة الأمريكية فعلا تفكر بعقل إيجابي، تريد أن تتعامل مع إيران يعني تقديم الوجه الحسن لاستمالة إيران وليس للصدام معها. هذا شيء جيد لأن أصلا في سياسة إيران الأساسية كما في سياسة الصين الأساسية هذا التحالف الجديد ليس من مبادئه الصدام مع الآخرين، هو من مبادئه التنافس الإيجابي مع الآخرين، وكل الناس تأخذ دورها في هذه الدنيا. الذي كان يعمل إلى الصدام وإلى العرقلة هو الطرف الأمريكي وحلفائه في المنطقة، هذا هو الطرف الذي كان يسعى إلى التصعيد. أي اتجاه جديد الآن للإدارة الأمريكية في محاورة الصين ومحاورة إيران ومحاولة خلق نقاط مشتركة وقواسم مشتركة يأتي منظومة علاقات جديدة في المستقبل، أعتقد أنه سيكون مرحب به من إيران ومن الصين في أنماء. نعم سيد عبد الرحمن على عجالة لو سمحت، هل تتوقع أن يكون هناك أي تداعيات لهذه الشراكة الصينية الإيرانية على ملف أو مباحثات الاتفاق النووي؟ برأيي الشخصي بالمناسبة يعني الصين هي كانت جزء من اتفاق 2015 صحيح. وأنا أظن شخصي أنه سيكون هناك نوع من أنواع التأثير، والتأثير الكبير بالمناسبة وليس التأثير الصغير، لأن في نهاية الأمر إيران حينما ذهبت إلى هذا الاتفاق ليس فقط من أجل رفع العقوبات الاقتصادية أو التغلب على العقوبات الاقتصادية، ولكن أيضا من أجل يعني كسب أوراق ضغط فيما يتعلق بالاتفاق النووي. وأعتقد أننا كما قلت المسألة لن تذهب إلى حرب ولن تذهب إلى أي نوع من أنواع المواجهة العسكرية، ومن ثم هي مواجهات أعتبرها مواجهات يعني مواجهات ذكية، بمعنى أنها تستخدم التجارة والاقتصاد ونقل التكنولوجيا وما إلى ذلك والملفات الإقليمية سواء في أفغانستان أو سوريا أو العراق. وبالتالي أعتقد أنه سيكون هذا مؤثرا على الاتفاق، بمعنى أن إيران سترغب في إحداث نوع من أنواع أو إيجاد نوع من أنواع التنازلات الأمريكية على مستوى العقوبات، ليس فقط رفع مستوى العقوبات بل ربما أخذ ضمانات في المستقبل. ستحاول أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك نوع من أنواع التفاهم مع الصين أو إنجاز نوع من أنواع الاتفاقات التجارية الإيجابية ربما في اتجاه الصين بحيث تنضم إليها الصين مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإنجاز الاتفاق النهائي، لأن الصين كانت حاضرة في عام 2015
و15، وان كنت كما اشرت واتفقت ايضا مع الضيف ان الصين لا ترغب في نوع من انواع احداث المواجهات المباشره، ومن ثم اعتقد انه سيكون هناك تاثير على الاتفاق، لان كل هذه اوراق ضغط في هذه المواجهه المحتدمه، لان هذه المواجهه اصلها الرئيسي هو الضعف الذي اعتبره نسبيا الولايات المتحده الامريكيه، ومن ثم اعتقد ان ايران والصين هما الان في نوع من انواع موضع القوه، لذلك ارى انهم سيحصلان على نوع من انواع الامتيازات من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه، اما لوقف الوصول الى اي نوع من انواع السلاح النووي للجانب الايراني، او لاي نوع من انواع التمدن او منع الصين من الحصول على يعني الطاقه التي تحتاجها بشكل منخفض. شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحمن يوسف الصحفي المعتمد لدى البيت الابيض من واشنطن. اشكر ضيوفي الدكتور مثنى عبد الله استاذ العلاقات الدوليه في جامعه لندن، وسيد يحيى حرب الكاتب والمحلل السياسي في لندن. شكرا على هذه المشاركة.